يمكن لك وللسياسة وصف الرجل، أقصد الشيخ علي، وصف الرجل بالصراحة في الجهر بالحق، بالجرأة في طرحه لرأيه السياسي، بالإصرار على المطالبة بحقوق الشعب، بعدم ميله للتعبير بابن عم الكلام، بتجاوزه لما يراه الطرف الآخر من أنه المألوف، ولكن كل ذلك بما لا يخالف الدستور وحرية الرأي السياسي التي تدعي السلطة أنها معها. بينما لا يصدق أحد ممن يسمع سمع الشيخ ممن يسمع للشيخ أو يقرأ له ويتابع ما يصدر عنه من تصريحات ومن يعرف خط تفكيره وتوجهه النفسي وقناعاته، ما قد يتهمه به متهم ويرميه به من أنه يدعو إلى الطائفية أو يستسيغ ظلم طائفة والنيل من حقوقها، أو يقبل لأحد أن يثير الفتنة أو يدعو لها، فضلاً عن أن يصدر منه نفسه هذا الفساد والإفساد. عن سماحة الشيخ علي لا دعوة للإصلاح أوضح من دعوته، لا دعوة للإصلاح أوضح من دعوته، لا إصرار على مطالب الشعب أزيد من إصراره، لا تشديد في الإنكار على الفساد أشد من إنكاره، ولا نداء بالسلمية والأخوة الإسلامية والوطنية وإنصاف كل المواطنين وحق الجميع في الأمن، وأن يسود العدل والمحبة كل أرجاء الوطن أعلى صوتاً من ندائه، ولا تكرار لكل هذا كتكراره، ولا نبذ للعنف ولا إدانة للإرهاب، ولا تحذير من الكراهية أصرح من نبذه وإدانته وتحذيره. إنه إذا ساغ أن يتهم هذا الرجل بالدعوة للعنف والإرهاب والفرقة الطائفية والكراهية مع ما عليه خطبه وكلماته وبياناته وتصريحاته من مقاومة شديدة لكل ذلك، لم يكد يبقى مواطن واحد إلا واستسيغ جدا أن يتهم بكل سوء على نظافته وبراءته، على ما هو عليه من نظافة وبراءة ونزاهة. لا يكون استهداف هذا الرجل إلا استهدافا للإصلاح نفسه، للعقلانية، للاعتدال، للسلمية، للأخوة الإسلامية الوطنية، لكرامة المواطن، للحرية. والحقيقة التي لا مراء فيها ولا مفر منها أنه لا بد من الإصلاح، أنه لا رجعة عنه، أنه لا بدل من حل عادل شامل واعتبار كلمة الشعب وإرادته. هكذا يقول تصميم الشعب، وهذا ما تفرضه تضحياته، وهذا ما يقضي به الحق والمصلحة الوطنية عامة، وما تفضي إليه المقدمات، وهذا ما يؤكد عليه اتجاه حركة العالم اليوم، وهو ما عليه حتمية الوعد الإلهي لمن سلك طريق الحق وأصر عليه وأخلص له وبذل في سبيله وصبر على طريقه وتوجه إلى الله سبحانه يطلب نصره ويؤمله. وأنتم أيها الشعب الكريم من هذا المستوى إن شاء الله. نحن نحرم على أنفسنا ما حرم عليها الله عز وجل من العدوان والإرهاب، ولا نتوسل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما ينكره الدين، ولا نجيز أن نأخذ في طلب الإصلاح بما لم تجزه الشريعة الإلهية الحق من ارتكاب الفساد، وإننا لا نرى بدا من الناحية الفقهية من رعاية حرمة الدماء والأعراض والأموال. هذا رأينا، وكلمتنا واضحة لكل المؤمنين ومتكررة بأنه لا إرهاب، ولا نختار في المطالبة بالإصلاح إلا الأسلوب السلمي، ومن القول في هذا الطريق إلا ما تجنب سخط الله عز وجل وتوفر على أدب الدين والتزم الطريقة الخلقية وكان من الكلام المترفع الذي لا يعيب قائله.
وكل ما لا نرضى لأنفسنا أن نرتكبه من سيء الفعل والقول في حق الآخرين لا يمكن أن نرضى من الآخرين أن يرتكبوه في حقنا. وندين كل فعل إرهابي ظالم وكل عدوان ولعب بحرمة الدماء والأعراض والأموال من أي صدر منه فعل من هذا النوع على مستوى الأفراد والجماعات والأحزاب والحكومات، كل الحكومات وكل العالم. ليس للحكومة أن تقول شيئاً ثم تطالبنا بأن نتابعها فيما تقول. نحن أصحاب دين وأصحاب فكر وأصحاب منهجية علمية وأصحاب منهج تقييمي دقيق، وملزمون ألا نقول كلمة إلا بعلم. علق الحوار وليس مستغرباً أن يعلق، وعجز عن أن يتوصل إلى نتائج والمرتقب له أن يعجز. وسبق هذا الحوار حوار وقيل عنه أنه قد حقق ما حقق. أما الأزمة التي كان من أجل حلها فلم يأتي لها بحل، وإنما زاد في تعقيدها وصارت من بعده إلى تفاقم واشتداد وبلغت من الخطورة إلى مدى بعيد، واستمر الأمر يتصاعد خطورة وتستفحل المظالم وتتعمق المأساة ويتباعد الحل في ظل استمرار الحوار الأخير الذي نشأ مريضاً معوقاً معلولاً حتى آل إلى التعليق وقل للفشل الذريع. أكثر من تجربة تقول للسلطة بلغة عملية صريحة ولسان واقع بليغ بأن كل الحوارات الشكلية ولو تكررت 1000 مرة لا تفيد، لن تفيد، وأن 1000 حل مازح لن يجدي، وأن 1000 إصلاح سطحي إسمي باهت لن ينقذ. وأوضح ما تقوله التجارب بأن أفشل ما يطلب به الإصلاح، أو أفشل ما بأن 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 أفشل ما يطلب به خروج الوطن من المأزق، وأسوأ ما يضر ويمزق ويهلك الوطن الحل الأمني والإسراف في الظلم. هذا ما تقوله تجارب هذا البلد وتجارب غيره من البلدان التي تعيش صراعاً بين الحق والباطل، بين الجمود والتغيير الإيجابي الصالح.